الآن هناك هجوم حصل البارحة على مسجد في القطيف شرقي السعودية، وكان على صفحات الجرائد العربية كلها. فقد أدانت معظم الصحف العربية الهجوم على مسجد الإمام علي في القطيف، والذي هذه القطيف المنطقة التي تقع في شرقي المملكة العربية السعودية، وتتميز أيضا بالأغلبية الشيعية بين سكانها. أدى هذا الهجوم بالتفجير الانتحاري إلى مقتل 21 من المصلين في هذا المسجد. نتابع معا هذا التقرير. تفجير انتحاري شهدته مدينة القطيف في المنطقة الشرقية من السعودية أعاد هذه المدينة ذات الغالبية الشيعية إلى قلب الحدث داخل المملكة، لكن توقيت التفجير يعطيه أبعادا تتجاوز الحدث الطائفي في وقت تقود فيه الرياض تحالف عاصفة الحزم في اليمن، وفي وقت تمر فيه المنطقة بأوقات حرجة. العشرات سقطوا بين قتيل وجريح عندما فجر انتحاري نفسه داخل مسجد الإمام علي في قرية القديحة التابعة لمدينة القطيف، في تطور أمني خطير ستسعى الرياض إلى لملمة تداعياته بسرعة القصوى. فذاكرة السعوديين ما زالت تحتفظ بصور احتجاجات القطيف التي طالبت بمزيد من الحريات في أحداث المحرم عام 79. عاش بعدها أهل القطيف رهائن مطالبهم التي لم تتحقق، قبل أن تعتقل السلطات السعودية عددا من أبناء المدينة بعد اتهامهم بتنفيذ تفجيرات أبراج الخبر عام 96. ثم عاشت المدينة والقرى المحيطة بها مجموعة من الانتفاضات، أبرزها احتجاجات عام 2011 على خلفية المطالبة بإخلاء سجناء تفجيرات الخبر. وبعد تنفيذ العملية الانتحارية بوقت قصير اشتعل حساب يعتقد بأنه أحد الحسابات الرئيسية لتنظيم الدولة الإسلامية على تويتر بأنباء تبني التنظيم للتفجير الانتحاري الذي استهدف أحد المساجد الشيعية. وبينما يبدو الهجوم الانتحاري وكأنه طيف من الحرب الطائفية التي يشنها التنظيم المتشدد ضد الشيعة، تتلقى السلطات السعودية من خلاله رسالة من رسائل رئيس التنظيم أبو بكر البغدادي، والتي هدد فيها بأن المملكة تشكل هدفا للتنظيم. استهداف المسجد الشيعي في القطيف يمثل تحديا للرياض لجهة توجهه للداخل السعودي، ويرسم بعدا جديدا وخطيرا في خارطة الحروب المشتعلة في المنطقة. أليكس أيوب، BBC. ينضم إلي من جدة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور خالد باطرفي. مرحبا بك دكتور خالد. ألا تخشى المملكة من عودة موضوعات الاحتجاجات الشيعية التي مرت فترة على المملكة وهي تجتاحها في المنطقة الشرقية من قبل الأقلية الشيعية الساكنة هناك، في الوقت الذي تمر به المملكة حقا بحرب يصفها بعض المحللين بأنها حرب طائفية؟ أولا أقدم تعازي الشخصية وتعازي كل إخوتي ومعارفي أبناء المملكة العربية السعودية للأخوة في القطيف وعلى هذه الحادثة الإجرامية التي لا تمثل إلا أصحابها ولا تمثل أي منا. نحن المسلمين شيعة وسنة أبناء وطن واحد. هذه ليست الحادثة الأولى للأسف الشديد، هناك حادثة سبقت وأثبتت تكاتف الشعب السعودي عندما قبل بضعة أشهر قام أيضا ممثلين لداعش بإطلاق النار على بعض الإخوة الشيعة وهم يخرجون من أحد الحسينيات، وكانت النتيجة أن الشعب السعودي بكافة الطوائف وتوجه إلى القطيف للمشاركة في الجنازة، وأطلقوا وقتها شعار كلنا سعوديون كلنا مواطنون، ووضعوا أيضا صورة. لكن في هذه المرة ربما الأمر يختلف، لم يكن في المرة السابقة أن كانت السعودية ربما تخوض حربا في اليمن، ربما أيضا في هذه المرة هناك كانت مظاهرات بعد هذا التفجير في مناطق القطيف. كيف ستتعامل الحكومة السعودية مع المرحلة القادمة فيما يخص الأقلية الشيعية؟ أولا أنا أريد أن أوضح بأن الحرب على اليمن ليست حربا طائفية، هي حرب سياسية ضد التوسع والتدخل الإيراني في المنطقة العربية. إيران تريد أن تكون فتنة طائفية ونحن نرفض هذا المفهوم. ثانيا أن لا علاقة أبدا بين ما اعتداء داعشي وهم يعلنون أنفسهم من أهل السنة والسنة والإسلام كله منهم براء،
على أخواننا في القطيف وبين ما يحدث في اليمن، يعني هذه قضيتين مختلفتين تماما. أعتقد أن القتلة أو أن من وراءهم سيتم القبض عليهم كما حدث في المرة الماضية وسيتم عاقبتهم، يعني هذه حادثة جنائية لا علاقة لها بالأحداث السياسية الدائرة حول المملكة ولا تمس وحدة المملكة ووحدة الشعب. طيب أود أن أستفهم منك وأنقل لك بعض ما قيل. هناك شيخ يسمى طاهر الشميمي يدعو إلى إنشاء جماعة مسلحة مشابهة للجماعة التي تسمى بالحشد الشعبي في العراق، يقول بهدف طبعا حماية مدينة القطيف، يقول إذا لم يستطع الغير أن يحمينا فلننسق لنحمي أنفسنا. ماذا تقولون في هذا؟ هؤلاء هم دعاة الفتنة سواء من المتطرفين الشيعة أو المتطرفين السنة، الذين يريدون أن يستفيدوا من هذه الأحداث ليؤججوا الكراهية وخطاب الكراهية. ولذلك أنا معكم في أنه يجب محاسبة كل هؤلاء ومعاملتهم كما معاملة المجرمين، لأنهم هم في الأساس هذه فتنة طائفية، فتنة دينية، وراءها أناس مثل هذا الشيخ، وهناك يقابله أيضا شيوخ من أهل السنة. للأسف الشديد القنوات الطائفية التي تثير الفتنة يجب أن تغلق جميعا، ويجب أن نوضع قانون يحارب الكراهية ويعاقب كل من يدعو إليها، سواء كان يدعي العلم وأنه شيخ أو عالم، أو كان مجرد مواطن عادي أو داعي أو أحد الإرهابيين. يجب أن نعاملهم كلهم سواء. أشكرك من جد الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور خالد باطرفي. مشاهدينا كان